في إطار حرصها على المساهمة في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين، جاءت مشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة في احتفالات شرطة دبي بمنطقة القرية العالمية. شاركت الفرقة الموسيقية للشرطة في الفعاليات المصاحبة التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي لتخريج الدفعة 25 من الطلاب المرشحين بأكاديمية شرطة دبي في الفترة من الرابع وحتى السابع من شهر يناير عام 2018، وذلك في منطقة القرية العالمية وشارع بوليفارد. وأوضح اللواء دكتور مبارك نجم النجم قائد الفرقة الموسيقية للشرطة بأن مشاركة الفرقة تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متقدماً بالشكر الجزيل للقيادة العامة لشرطة دبي على دعوة الفرقة للمشاركة في هذا الاحتفال. كما هنأ اللواء نجم القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي تحت شعار نتواصل ونحمي، نبتكر ونبني. وقدمت الفرقة استعراضات موسيقية متنوعة مبتكرة وشيقة تضمنت معزوفات وطنية ومارشات امتزجت فيها الموسيقى الوطنية بالموسيقى الشعبية البحرينية الأصيلة، الأمر الذي ساهم في إضفاء البهجة والسرور لدى الجمهور. وقد لاقت هذه العروض الموسيقية اهتماما وتقديرا واسعا، حيث اصطف الجمهور لمتابعة العروض التي عكست ما تتمتع به الفرقة من خبرات تستند إلى تاريخ موسيقي عريق، مشيدين بالمعزوفات الموسيقية التي قدمتها الفرقة.